السلام عليكم ومرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث الثقة خاوتنا. كما راكم تشوفوا لسان السلطان اللي غني عن التعريف خاوتنا اللي راهو كامل بالآت قاعدة تاعو اللي راهي بالديترون حاجة بزاف شابة خاوتنا. وثاني هذا لسان كامل مكمول فيه اون طابل باز ودو طابل دو كوان. كما راكم تشوفوا هذا اللون الرائع جدا خاوتنا راهو ديسبونيبل في محلات أثاث الثقة ب 27 مليون و800 مع النقل ل 58 ولاية. واليوم خاوتنا جبنا لكم صالون السلطان في كولارة بزاف شابة خاوتنا وفي قماش ثاني اللي بزاف رائع خاوتنا. دوكا نتقدمو ويشرحو لنا الأخ حليم. السلام عليكم خاوتي خواتاتي عشاق أثاث الثقة. كما كان نقول لكم خويا أم إس دي على السلطان اللي معروف في محل أثاث الثقة. اليوم جبنا لكم سلطان بنوفو موديل في التيسي نخرج أو والله يبارك خاوتنا وراه ديسبونيب على كل حال في محل أثاث الثقة خاوتنا. وإن شاء الله راح نشرحو لكم وإن شاء الله يكون نال الإعجاب. خاوتنا واش نقول لكم نضربو عليه لمحة ونروح نشرحها لكم. خوتي خواتاتي بعد ما ضربتو عليه لمحة دوك راح نشرحو لكم هذا السلطان اللي خرج قوة الله يبارك مخدوم كاع بوقت حاجة من نوع الرافي خاوتنا لي كودوار تاعو. شوفو خاوتنا على المباشر قاب الاد بي غازيل لافينيسون في محل أثاث الثقة. هذه حاجة معروفين بها احنا على كل حال لافينيسون هي لاباس تاعنا في محل أثاث الثقة خاوتنا. كما قلنا لكم عندنا القماش في النوفو موديل ثاني دخلت قوة الله يبارك. شوفو خاوتنا خدمة الله يبارك متقونة. المطلة تاعو مخدومة بالديترونت لي جيتي تاعو مخدومين بلاوات حاجة الله يبارك دبل فاس توجور الامبلاس تاعو تخدم كاع بوقات خاوتنا. شوف الله هنا نزيدو نوضحو لكم مليح يخدم كاع بالبوقات خاوتنا. هذا السلطان لو غني على التعريف في محل أثاث الثقة خاوتنا. خاوتنا هاد توجور السلطان يخدم في سات بلاص كما كنا نقول لكم في البوكات تاع ان بلاص نروحو للبوكات تاع دو طوا بلاص خاوتنا. فيها كات بي غازيل وكاع بي ات لي بي تاعو يخرجو بالفلاما. شوفو خاوتنا على المباشر لي كودوا تاعو كازا ومثليه فينيسيون. واش تشوف في الان بلاص ولا طوا بلاص ولا دو بلاص خدمة وحدة الله يبارك خاوتنا. وصدقوني غير في قاعدة مريحة حاجة من نوع رافع خاوتنا الله يبارك. خاوتي خواتاتي بعد ما شفتو طوا بلاص تاعو نزيدو نشوفو دو بلاص تاعو ثاني درنا له طوابين بالات حاجة من نوع رافع خاوتنا. هذا السلطان اللي درنا فيه سيت بلاص زدنا له دبليو باس بليس دو طاب جيكوت حاجة من نوع رافع خدمة وحده الله يبارك. كما تشوف لي بي في الصالون ولا في الطاب ولا طاب جيكوت خدمه وحده مخدومين كاع بي كافير. خاوتي خواتاتي هذا السلطان اللي غني على التعريف في محل أثاث الثقة جبناه لكم بلوك واحد اخر بقماش ثاني خرج قوة الله يبارك. خاوتي خواتاتي واش نقول لكم هذا ان شاء الله يكون نال الاعجاب. وان شاء الله اي حاجه تحبوا تعرفوها اتصلوا بنا على الارقام وحنا نقول لكم كاع واش كاين في محل أثاث الثقة خاوتنا. وهذايا ما قلتو خرج بقماش الشباب بلوك واحد اخر يبقى السعر هو 27 مليون و800 بالنقد على 58 ولايه خاوتنا. خاوتنا واش نقول لكم ان شاء الله يكون نال الاعجاب. كما عودتكم دائما نقول لكم بلي ان شاء الله نكون خفيف عليكم ونقول لكم بعد الكلام سلام.